اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم الزب ظهري محلل ومدرب معتمد في هذه الشركة. طبعا من وراء خبرتنا الضئيلة في سوق الفوركس اللي هي اذا بدكم تتجاوز ال 12 سنة، انا بتداول باستعمال التحاليل والمؤشرات والاستراتيجيات التقنية طبعا، وبهذه اذا بدكم الخبرة اللي جمعتها بسوق الفوركس وباسواق المالية، كنت حابب انقلكم اذا بدكم خبرتي الضئيلة كرمال اعطيكم فرص معينة او نقاط معينة وافكار ممكن تتبعوها في التداول لمعرفة خلينا نقول الموجات التصحيحية والاندفاعية وكيفية التعامل معها. شو يعني اوقات معظم الاوقات بنكون عم نتداول نحن كمضاربين وبنشهد اذا بدكم الموجات الاندفاعيه والتصحيحيه وما بنعرف شو ممكن نتصرف فيها، يعني على سبيل المثال بانخفاض النفط من هذه القمه من اخر قمه لاخر قاع كنا شاهدنا بعض الموجات البسيطه، في البدايه شاهدنا موجات من الواضح انه اندفاعيه بالاتجاه الهابط، شاهدنا انخفاض بشكل اذا بدكم يعني منه اندفاعي بما فيه الكفايه مثل ما بقول، ومن ثم شمعات اندفاعية. فبهي الحالة كيفية التعامل مع الموجات التصحيحية؟ نحن على سبيل المثال دخلنا بمركز بيع من النفط طبعا، وطبعا اكتشفنا انه نحن هذه موجة تصحيحية في الاتجاه المضاد او الاتجاه المعاكس، واذا بتلاحظوا هلأ نحن هيدي موجة تصحيحية. خليني احدد لكم اول شيء مواضع اذا بدكم، او خليني اقول حدد لكم نقاط الموجات الاندفاعية والتصحيحية. خلينا نقول هذه موجات اندفاعية اوكي بهذا الشكل، وهذه ايضا موجات خلينا نقول اندفاعيه. عندي نوعين من الموجات الاندفاعيه، اول موجه اللي هي الموجه اللي بنشهد فيها انخفاض حاد جدا بشموع ضخمه، والانخفاض الاخر هذا رقم واحد، والانخفاض الاخر اثنيناتهم انخفاض، اثنيناتهم عم بيدلوا على انخفاض بالاسعار، اثنيناتهم عم بيدلوا على تراجع باسعار النفط، وطبعا البرايس بير بارل طبعا لسعر النفط او دبليو تي اي، ولكن هذا التراجع هو تراجع اذا بدكم منه حاد، وهذا التراجع تراجع حاد. طبعا هذه سيكولوجية التداول، ولكن انا بالنسبة لي من وراء ما اشوف موجة تصحية وانا داخل بالاتجاه الهابط داخل بشورت بوزيشن، اوكي شورت بوزيشن، من وراء ما اشهد على موجة تصحية بهذا الشكل ممكن اتقبلها. شو يعني اتقبلها؟ يعني بنتظر عليها، يعني انا كمتداول او كمضارب داخل بمركز بيع، اوكي داخل بمركز بيع، ومركز البيع اللي داخل فيه طبعا ممكن اشهد بعض التقلبات او الارتفاعات على الرسوم البيانيه او بالشموع اليابانيه. هذه الارتفاعات ممكن انتظر لها، وممكن اعرف انه هذه مجرد موجه تصحيحيه لتكمله الاتجاه الهابط، ولكن لما اشهد شموع مثل هيدي ممكن خاف، ممكن الذعر او البانيك يسيطر علي واغلق مراكز البيع. فبهيدي الحاله لازم ننتبه ولازم نعرف انه نحن بغض النظر عن الموجات التصحيحيه اللي ممكن نشهدها او على اشكال الموجات التصحيحيه، لازم ننتظر على مراكزنا البيع، لازم نعرف انه نحن هلا في صدد اذا بدكم ارتفاع ثلاث موجات تصحيحيه، وثلاث موجات تصحيحيه بتكون الموجه الثالثه ضخمه. شو يعني؟ عندي الموجات التصحيحيه بنوعين من الموجات. خليني اتكلم على موجات اليوت اذا بدكم بشكل او اخر. اذا في حال بدنا نفتح، خلينا نفتح هيك صفحه بيضاء مثل ما بيقولوا، وندخل مايكروسوفت وورد كرمال نشوف امور اذا بدكم بهذا الشكل. اوكي، عندي نوعين من الموجات التصحيحيه او النوعين من الاتجاهات المضاده، خلينا نسميها الموجات المضاده يعني الموجات التصحيحيه. يعني على سبيل المثال اذا انا اخذ اتجاه عام هابط، عندي الموجه رقم واحد، عندي اثنين اللي هي التصحيحيه، اوكي عندي موجه ثلاثه، عندي موجه رقم اربعه، والموجه الخامسه. اذا بتلاحظوا الموجات التصحيحيه او الاتجاهات المضاده اللي هي الموجات التصحيحيه هي موجه رقم اثنين وموجه رقم اربعه، 1 2 3 4 5 صحيح؟ ثلاثه وها اول موجه، موجه رقم واحد. لكن موجه رقم اثنين والاربعه هي التصحيحيه مقابل الموجه الاندفاعيه، ولكن ضمن موجه رقم اثنين عندي ثلاث موجات اللي هي اي بي سي، وبتلاحظوا انه ويف سي الموجه الثالثه بتكون اندفاعيه وضخمه جدا يا جماعه، ضخمه جدا، يعني بنشوف موجه تابعه لفريق الثيران بهذا الشكل. فهذه الشمعه ممكن تصيبنا اذا بدكم، او يصير عندي نوع من البانيك اتاك او من الذعر اللي هو ممكن تخليني اغلق مراكز البيع، ومن ثم بتلاحظوا من وراء هذه الموجه الضخمه بتلاحظوا تكمله اتجاه الهابط. فبهيدي الحاله لازم تعرفوا انه نحن اذا في حال عم نحدد ثلاث موجات تصحيحيه على سبيل المثال على اسعار الذهب، ممكن هذه الموجه التصحيحيه الثالثه تكون اندفاعيه ضخمه بشمعه واحده. ما نستعمل فيبوناتشي اكسبانشن، بندخل على اخر قمه
على القاع تبع القاع اليسار او اخر قاع تسجل عندي، قاع اليمين والقمه، وممكن نحن نتوقع استهداف مستوى 100% في بوناتشي، وبهذه الحاله بنكون بغض النظر ان شاء الله بشمعه واحده ارتفعناها وان شاء الله ب50 شمعه، نحن ما بهمنا، بهمنا انه نحن عارفين انه الهدف اللي ممكن نبتدي فيه بالاتجاه الهابط ونرجع نعزز مراكز البيع اذا بدكم هو مستوى ال 69-18 اللي هو مستوى 100% في بوناتشي. فليش لا نحن نصيب اذا بدكم ننصاب بالبانيك اتاك او بالذعر بهذه الشمعه ونغلق مراكز البيع. طبعا نحن بنزعل لان بكون عندنا ارباح بنكون قادرين نجنيها ارباح اكثر على القاعان، وبترجع نتقلص او هذه الارباح تتقلص عند حصول هذه الموجه التصحيح. ولازم ولكن نحن اذا بحدنا نفكر على المدى الوسط للطويل لازم نغض النظر عن التقلبات اللي بنشهدها. خلينا نرجع بالتاريخ لورا على الاس بي 500. الاس بي 500 على راس مبين الاسبوعي اذا بدنا نشهد، هلا انا مش مبين عندي الكراش سايكل هون بال 2008، ولكن اذا بدي اقول لكم انا انه هذا الانخفاض اللي شهدناه على الاس بي 500 سنه 2015 من هذه القمه من مستوى 2149 للقاع اللي هو 1790، عم بتكلم على 400 او 500 نقطه انخفاض، 500 نقطه انخفاض. ولكن هل يا ترى حصلت بشمعه او اثنين؟ كلا، اللي حصلت فيها اكثر من 10 او 20 او 30 شمعه لا شهدنا هذا الانخفاض او هذا الكراش. فهذا كراش سايكل، هذا انخفاض ضخم جدا وهذا كراش سايكل، ولكن بشكل واضح انه بعده شموع او اذا بدكم انخفاض واضح بشكل ثلاث موجات. فبهذه الحاله عم جرب اوصلكم اياه بهذه الجلسه التعليميه انه نحن لازم نطول بالنا على الامور والشموع اليابانيه اللي ممكن نشهدها، مش ضروري نستنى اذا بدكم موجات اندفاعيه لنقدر نصب الذعر ونغلق مراكز البيع عم الشراء. فهذه الموجات ان كان ثالث موجه من الموجه التصحيحيه اللي هي اي بي سي لازم ننتظرها. وعلى كل حال احنا بسبتمبر 25 اذا بدكم ب 25 هذا الشهر راح اكون عم بشرح جلسه مفصله لموجات اليوت، طبعا بدكم تتابعوني فيها، بدكم تتابعوني فيها وتفضوا حالكم لانه موجات اليوت هي من الاهم، طبعا من اهم استراتيجيات التداول، وانتم عارفين انه راح اكون عم بشرحها بتفاصيلها وبحذافيرها، مش هيك لازم تتابعوني. وراح تكون تقريبا اقله ساعه او ساعه ونصف هذه خلينا نقول الجلسه، وبهذه الحاله ممكن طبعا نشهد إذا بدكم على تفاصيل موجات اليوت وكيفية الدخول إذا بدكم بتفاصيلها أو بحذافيرها مثل ما بقوله لنقدر ناخذ نقاط الدخول والخروج، وبهذه الحالة بنقدر نحدد الموجات التصحية والاندفاعية كمان لنقدر طبعا ناخذ فرص استثمار منها. فموجات اليوت بالنسبة للتفاصيل أو الموجات الاندفاعية ممكن نتوقع أنه ويف سي أوف ويف 2 أو ويف سي أوف ويف 4 اللي هن الموجات المضادة للاتجاه العام فيهم يكونوا قوية وضخمين جدا، ولكن نحن باستعمال في بوناتشي اكسبانشن وريتريسمنت ممكن نحدد هذه الانخفاضات والارتفاعات او اهدافها طبعا لنقدر ندخل بمراكز بيع اما شراء. اما بالنسبه لهذه الجلسه راح تكون بسبتمبر 25 الساعه 6 بتوقيت جرينتش بلس 2، يعني تقريبا الساعه 7 بتوقيت السعوديه. فبهذه الحاله بتكون تتابعوني بهذه الجلسه او هي اذا بدكم التداول باستخدام استراتيجيه موجات اليوت، وراح يكون مغري جدا ومميز جدا، وطبعا رح يكون في عندي باوربوينت رح ادخل بتفاصيل كل باوربوينت لنقدر ناخذ اذا بدكم افضل معلومات عن موجات اليوت. وبهذه الحاله بتكون عم تقدروا تتابعوني بشكل يومي بجلسات الصباحيه وتحددوا لحالكم الرسوم البيانيه والانخفاضات والارتفاع اللي عم نحصلها او اللي عم نحصل عليها او عم نشهدها. نحن بهذه الحاله اتوقع موجه رقم 2 لاسعار النفط، هذه الانخفاض اللي شهدنا عليه هو موجه رقم 1 بيج اي بي سي، نتوقع موجه رقم 2 لزياده مستوى 69-80 قبل ما نكفي بموجه رقم 3 الاندفاعيه. وبهذه الحاله بنكون انهينا اذا بدكم ويف 1. ليكم شو عم نحكي؟ عم نتكلم بويف 1 2 3 4 5، هيدي ويف 1 او موجه رقم 1. موجه رقم 2 قد انتهينا منها اذا بدكم، موجه رقم 2، موجه رقم 3 اللي فيها خمس موجات انخفاض 1 اي بي سي 2 3 4 5، بنكون انهينا من موجه رقم 3 ونكفي موجه رقم 4 وموجه الخامسه بالاتجاه الهابط. يعني ليكم قد ايه عندي مور روم تو جو بالاتجاه الهابط لاسعار النفط، ولكن هذه مجرد مينيوات او موجه صغيره
بالنسبة للموجات المضادة أو الموجات التصحية، ولكن ليكو هذه الشمعة اللي شاهدنا عليها، ليكو هذه الشمعة الضخمة اللي هي معظم المستثمرين أو 95% من المستثمرين بيغلقوا مراكز البيع، وطبعا بيرجعوا بكفي اتجاه الهابط سعر النفط، ولكن لحاله من دون أي شورت بوزيشنز أو من دون أي مراكز بيع، فبهيدي الحالة ما بيستفيدوا من هذا الانخفاض. ولكن معظم المستثمرين بيقولوا أنا كنت عارف إنه أسعار النفط رح تنخفض ولكن ما قدرت تستفيد منها، فشو النفع؟ معظم المستثمرين في الفوركس او المضاربين بيعرفوا انا كنت عارف اليورو رح يرتفع، ولكن هل يا ترى استفدت منه او جنيت بعض الارباح؟ بقول لك لا، كنت شاريه من 500 نقطه بالاتجاه يعني من قاع معين، ولكن اغلقت المراكز. فهذا هو نحن اللي بدنا نقدر نسيطر عليه، ونقدر خلينا نقول نستنى على مركزنا الربحاني كمان نقدر نجني بعض الارباح من سوق الفوركس، ونقدر نغض النظر عن هذه الموجات الاندفاعيه والشموع الاندفاعيه. فانا بهذه الحاله باستعمال موجات اليوت راح اقول لكم انه بدكم تتابعوني بسبتمبر 25. وطبعا الاشخاص اللي هلا دخلوا على هذه الجلسه بتمنى انه ترجعوا تعملوا ريوايند وتحضروا هذه الجلسة، لأنه طبعاً عم تعطيكم إذا بدكم إفادة، مش فقط إفادة بالنسبة للرسوم البيانية، ولكن إفادة سيكولوجية psychological behavior أو نفسية التداول والمستثمر لازم يربيها مع الوقت. يعني لازم نحن نعود حالنا على يصير عنا صبر، ويصير عنا إذا بدكم نوع من المسؤولية لكل مركز ندخل فيه. مش بس أنت عرفت استراتيجية تداول معينة، ولكن تطبيق هذه الاستراتيجية هي الأهم. فأنا بالنسبة لي وخبرتي الضئيلة في سوق الفوركس تقريبا أكثر من 12 سنة إلي بسوق الفوركس، فبهذه الحالة أنا بعطيكم نصائح ممكن تاخدوها بعين الاعتبار. أنا مني هون لنظر على حدا، أو مني هون إذا بدكم لميل على حدا، فبهذه الحالة أنا فقط ممكن يكون your mentor أو دعم لإلكم بالأفكار اللي عم إلكم إياها من وراء خبرتي اللي هي بتزيد عن 12 سنة بسوق الفوركس، وطبعا باستعمال أبرز التحاليل والاستراتيجيات، لأنه بحكم أنه أنا عندي certified financial technician CFT level 1 level 2 level 3، فبهذه الحالة أنا I'm a certified financial technician بقدر أعطيكم الأمور بحذافيرة وبشكل professional على الرسوم البيانية. أنا بتمنى تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات. طبعا أستاذ محمود بالنسبة للداكس والداو جونز والمؤشرات الأمريكية، أنا ماني بصدد أنه تحليلها بهذه الجلسة لأنه هذه جلسة تعليمية، ولكن كنت مريت عليها بجلسات الصباحية وكنت قلت لكم بغض النظر عن هذه الموجات التصحيحية بالاتجاه الهابط، أنا بعدني مصر على الـ SP 500 والداو جونز ليسجل قمم بعد جديدة. مستوى 3090 للـ SP 500 المنتظرة من هلأ لسنة 2019 فبراير، وطبعا ارتفاع الداو جونز والداكس، ولكن الداكس هو الوحيد اللي عم يمشي بالاتجاه المعاكس او المضاد للاس بي 500، ولكن توقع بجلسه مفاجئه نرجع نبتدي موجه ارتفاع جديده للداكس. فبهذه الحاله ما تفكر بالبيع بالمؤشرات الامريكيه وايضا الالمانيه، اتوقع بعد قمم جديده لحديث سنه 2019 شهر فبراير لشهر اكتوبر راح يكون عندي كراش سايكل واتجاه هابط ضخم جدا 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 على المؤشرات الامريكيه، بما انه بكون صار حان وقتها، وطبعا الكراش سايكل من 8 ل 11 سنه. أنا بتشكر وجودكم وتابعتكم لإلي، بشوفكم بجلسة صباحية غدا إن شاء الله، كان معكم محل تقنية جزاف ظهرية، إلى اللقاء.